السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد اللي غنقول لكم كاينه واحد لا لوكاسيون، كاينه واحد الهاوت عاوتاني زوينه بزاف اللي هي الوكاسيون كنديا بوغ لو لوجمون. نساوي عليكم دوك لي زالوكاسيون اللي كتعطى في الفيدرال وفي كيبيك، هادوك بوحدهم تقدر تاخذ جوج ديال لي زالوكاسيون ديال لوجمون. لوكاسيون لوجمون دي ماشي جوج، تقدر تاخذ ثلاثه. كاينه لوكاسيون الوكاسيون ديال لوجمون ديال كيبيك، كاين ديال الفيدرال، وهذه بوحده، هذه الثالثه اللي قلت لكم هذه يلاه خرجوها. قال لك اسيدي خاصك تبريزونتي لا دوموند ديالك افون لو 31 مارس 2023. شنو هما الشروط؟ الشروط هو انك تكون ديكلاري لو ريفوني ديالك ديال 2021 2022، تكون في كندا لو 1 ديسمبر 2022، هادو هما، و تكون بيان سور يكون ستاتو ديالك ريزيدون بيرمانون. هادو هما لي كريتير لي كاينين باش انك تاخد هاد لوكاسيون ديال 500 دولار. سربيو، ديروا لا دوموند. لي ما عارفش يديرها اونلي عيطوا لهاد النمره هادي ديال ا ار سي، راه كياخذوا المعلومات ديالكم وكي يسجلوكم وكيقول لكم المراحل اللي خاصكم تتبعوا. سارعوا في تقديم الطلب، راه لو 31 مارس راه ما بقى ليه والو. اللي ما دارش لي غوفوني ديالو يمشي سارع يديرهم باش يستافد من هاد 500 دولار. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى عجبكم الفيديو دخلوا لاشين، ديروا لايك للفيديو وتابوناو في لاشين الا كنتو جدادين. وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.